جاءت يعني فرصة مثل هذه الندوة أو هذه الورشة لإعادة تواصل في مجال الإنسان يتطلع إليه بأبعاد تتجاوز الموضوع، وإن كان الموضوع بذاته هو موضوع أساسي ممكن يملأ الفراغ الذي أعتقد إن المغرب بنخبة المثقفة خاصة تستطيع فعلا أن تكون قيمة مضافة للأمة. بالنسبة لهذه الورشة العلمية الأكاديمية، هي ورشة مهمة جدا لأنها تتعلق بتجديد المنهج من أجل تجديد العلوم الإسلامية، وقضية تجديد المنهج هي مسألة مهمة، كما أن قضية تجديد العلوم الإسلامية هي مسألة مهمة كذلك، فهناك تلازم ضروري بين تجديد المنهج وتجديد العلوم. لا يمكن أن نجدد في العلم ولا في بنيته ومكوناته دون أن نجدد في منهجية الاشتغال داخل هذا العلم. تأتي هذه الورشة التي تسترعي كثيرا من الانتباه لارتباطها الوثيق بأهمية المنهج في تحصيل المعارف وبنائها وصونها أيضا وتأسيسها، وتعتبر مسألة المنهج من القضايا المستشكلة في الفكر المعاصر، بحيث أنها استقطبت كثيرا من الأقلام وما تزال تسيل كثيرا من المداد، ولذلك تأتي هذه الورشة لكي تقدم بعض الإجابات وتبلور بعض الأطاريح التي من الممكن الاستفادة منها في توجيه وتسديد المعرفة وفي تجديد المنهج. من الأطروحات القوية في هذه الورشة هو أن ينبني التجديد سواء في المنهج أو في العلم على الأصول المؤسسة للعلوم كلها، العلوم الإسلامية خصوصا، وحتى المنظور الجديد للعلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية، أي أن نرجع ببناء المنهج والعلم إلى القرآن الكريم. لماذا اخترنا إذن في مناهج البحث العلمي في العلوم الإسلامية؟ لأن نعتقد هناك سوء تفسير وفهم في المنهج في التعامل مع العلوم الدينية أدى إلى الكوارث التي إيش نعيشها الآن، ومن ثم
التركيز على أن النهاية هي لن تكون للمثقفين وليس للباحثين فقط، هي لخلق هذه الشخصية العربية المسلمة المتوازنة التي تعطي العقل حقه، وأن شخصية تستطيع أن تتعامل مع الدين بجوهر الدين بمقاصد الدين. مفهوم التجديد إما يفهم على غير سياقه وعلى غير دلالاته العلمية، أو أنه يرفض جملة وتفصيلا بسبب سوء الفهم المصطلحي هذا. فلذلك كان لابد من وضع اليد وإنارة قضية التجديد، وخاصة في إطار العلاقة بين الأنا والآخر، في العلاقة بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية عموما ومناهج العلوم الإنسانية خصوصا. نحن الآن بحمد الله نجتمع وفينا متخصصين في الفلسفة وفي تاريخ العلوم والإبستيمولوجيا وفي العلوم الإسلامية، يعني هذا اللفيف أن يجمع في هذا المجلس، هذه أعتبرها فعلا ليست نواة بل فعلا قفزة حقيقية إن شاء الله في اتجاه النهوض الحضاري. ورشة الصباح وهي الورشة الأولى في هذا اللقاء العلمي المتميز ركزت على قضية الحاجة إلى العلوم الإنسانية ومناهجها وكيفية تجديد هذه العلوم في البيئة الإسلامية. أول مداخلة كانت للدكتور سعيد شبار تقدم المنظورات المختلفة لعملية التجديد، فأعطى تعريفا بالمفهوم وألح على الدلالة الموسعة الأصلية للمفهوم بدل الدلالات المقيدة التي ظهرت عبر التاريخ، ثم قدم منظورا بنائيا أيضا لعملية التجديد، كيف يمكن إعادة بناء المعرفة على ضوء هذا المفهوم الموسع، ثم انتهى إلى ضرورة تأسيس منظور تكاملي للمعارف العلمية على اختلاف تخصصاتها. ربما هذا العنوان له دلالات واسعة ويطرح إشكالات كثيرة جدا، وهذا مقصود، لأنه قبل أن نحتاج إلى التخصص في حق المعرفي دقيق نحتاج إلى الإلمام بالمجالات المؤطرة والسياقات المحيطة بهذا التخصص العلمي الدقيق وشبكة العلاقات التي تصله بغيره من العلوم والقطاعات المعرفية. دعوة تجديد المنهج وتجديد العلوم هي مهمة في وقتنا الراهن من أجل مواكبة العلوم الدينية والعلوم الإنسانية لحياة الإنسان وتوجيهها وترشيدها لهذه الحياة لكي تكون مهتدية بهداية الله تعالى لخلقه وبسعادة الإنسان في هذه الحياة الدنيا قبل الحياة الآخرة. وكان من المداخلات أيضا في الموضوع مداخلة تركز ليس على المنظورات المؤسسة للمفهوم أو شروطها، ولكن على عملية بناء المفهوم نفسه من خلال عدة زوايا أو من خلال بيان ضرورة هذا المفهوم، وكانت هي كلمة الدكتور طيب بوعزة، حيث استعرض أنواع من الضرورات، منها الضرورة الزمنية مثلا والضرورة العلمية والضرورة الفكرية والضرورة التكاملية للمعرفة العلمية. اليوم حدث يقع في أقصى الأرض يتابع بفارق ثواني معدودات في أدناه، بمعنى أننا دخلنا في زمن جديد لم يعد فيه العقل المسلم أو الحضارة المسلمة ممكن أن تسيج نفسها بحائط أو جدار وهمي لتنغلق داخله وتؤسس بنية حياتها وفق منظور متقادم. ألقى الدكتور عبد الواحد العلمي كلمته فيما يتعلق بالشروط، شروط هذا التجديد، فذكر الشرط التفاعلي الذي يجب أن يتحقق بين العلوم المختلفة، ثم قدم أيضا
الشرط التكاملي بين هذه العلوم، وبين أهمية حقيقة الترابط بين الفلسفة والدين في عملية البناء التجديدي الشامل. الدين والفلسفي فهما توجهان، توجه يرى خصوصية الفكرين الديني والفلسفي وضرورة استقلالهما عن بعضهما البعض، وهو هذا الموقف الرشدي، الحق لا يضاد الحق. التوجه الثاني فهو مقتنع بإمكانية الجمع والتركيب والتوفيق بين هذين المجالين، وتتجاذبه طرائق ومسالك شتى في الجمع بينهما. الجلسة المسائية كانت تدور على كيفية استفادة العلوم الإسلامية من مناهج العلوم الإنسانية. المداخلة الأولى تشرفت بإلقائها وكانت تتعلق بموضوع العقل العلمي الإسلامي وكيفية إعادة بناء العلوم الإسلامية من خلال نموذج علم النفس، وكانت المداخلة تدور على عدة محاور، أبرزها بيان مفهوم العقل الإسلامي وبعض الشروخ أو التوترات الخطيرة التي يعيشها، وبالتالي لا يمكنه أن ينتج علما إنسانيا حقيقيا ما لم يتحرر من هذه التوترات أو الشروخ. والنقطة الثانية كان مدارها على عناصر البناء، كيف يمكن بناء العلوم الإنسانية بعد أن تتخلص من هذه الشروخ، كيف يمكن بناؤها داخليا، مداخل البناء، مفاتيح البناء، قواعد البناء. ثم كانت نظرة تطبيقية على علم النفس ومكتسباته وكيفية تفاعل المنهج معه. وسنتتبع هنا بعض الشروخ الأساسية التي يعاني منها العقل العلمي الإسلامي، وطبعا في وجود هذه الشروخ لا يمكن إعادة تأسيس أو بناء أي علم، فلا بد إذن من تحقيق هذا الشرط وهو إصلاح العقل العلمي الإسلامي. الورقة الثانية كانت للدكتور عبد المنعم الشقيري، وركزت على العلاقة بين العلوم الإسلامية وبين علم الاجتماع باعتباره متخصصا في السوسيولوجيا، فبين أن من الممكن أن يتم تبادل استفادة بين المناهج العلوم الاجتماعية ومكتسباتها التي، وخاصة في دراسة مثلا الظاهرة الدينية في شمال إفريقيا أو غيرها، وبالمقابل أيضا من الممكن كما يقول الدكتور أن يستفاد أيضا من مكتسبات العلوم الإسلامية كالفقه مثلا، الذي قال إنه أيضا يمكن اعتباره علما إنسانيا، فيمكن إذن أن يتم تبادل الاستفادة بين المجالين المعرفيين. لقد كان الشلل يدب في المجتمعات الإسلامية سرعان ما اكتملت ملامحه مع الحركة الاستعمارية، ما حدث أنه بفعل التحديث المكره، يعني نحن لم نعيش حداثة أو تحديث، وإنما تحديث مكره. وخير من جسد أو شخص هذه المسألة وهو بيير بورديو، لديه كتاب رائع اسمه لو ديراسينمون، الاجتتات، يعني خصوصا في دراسته الاستناد حول الجزائر، حول تحطيم كيف أن الإدارة الاستعمارية الفرنسية قامت على تفكيك جميع بنيات المجتمع الجزائري. ختمت الورشة بكلمة الدكتور إبراهيم مشروح، وكان مدارها حقيقة كمتخصص في المنطق على المشروع المنهجي الذي قدمه الدكتور طه عبد الرحمن، فعالج بعض المفاهيم الأساسية في هذا المشروع، مثل مفهوم المجال التداولي، مفهوم التقريب، وغيرها من هذه المفاهيم المؤسسة للمشروع. فعرض لهذه المفاهيم، عرفها، بين أوجه الغنى والقصور أيضا في بعض تفصيلاتها، ونبه إلى أن هذه المشاريع يمكن أن تغتني إذا كلما كانت ذات طابع جماعي، في حين تظل المشاريع الفردية مشاريع قاصرة بطبيعتها. فكيف النهوض بالتراث منهجا وحقيقة، وكيف نتحقق بهذا التراث؟
باعتباره يحمل نظاما معرفيا آل إلينا من الأجداد، فهل نحمله كأننا نحمل أجسادا فانية فينا، أم نحمله كأنه داع إلى تجديد أفق نستشرفه كما يستشرف كل إنسان بما في يده من إمكان؟ الجديد في هذه الورشة هو أنها تستقرئ كثيرا من التجارب في التعاطي مع المناهج، سواء منها المنقولة أو المأصولة. فمن جهة تعاطيها مع المناهج المنقولة تقويما وتسديدا، لأن هنالك كثير من الدراسات والبحوث تعاطت للمناهج الغربية فنقلتها وحاولت أن تستنبتها في تربة الفكر الإسلامي المعاصر. وهنالك كثير كذلك كثير من إحياء المناهج المطروقة والمسبوقة في تراثنا من أجل إعمالها أو استئناف تشغيلها في حل قضايا العصر. ففي هذا التعاطي المزدوج بين المنقول والمأصول تطرح إشكالات ينبغي أن ننظر فيها من جهة التعاطي الإبستيمولوجي الذي يفحص هذه المناهج من حيث صلاحيتها وملائمتها. في اليوم الثاني كانت الورشة مع الجلسة الثالثة فيها، وكانت فيها ثلاث مداخلات. الأولى كانت للدكتور عبد الرشيد الجرموني أستاذ علم اجتماع في جامعة مكناس، أثار فيها حديثا إبستيمولوجيا مهما عن علم الاجتماع الديني، عرض فيه لتطور النظريات في هذا الباب، فصنفها إلى ثلاث مراحل أساسية: مراحل المؤسسين، ثم مرحلة البنيوية الوظيفية، ثم مرحلة الظاهراتية أو الفينومينولوجيا، وختم بعد ذلك بالسوسيولوجيات البديلة في علم الأديان، خاصة التي بدأت تتكلم عن علم الاجتماع الديني وتطبيقاته في المجال الإسلامي أو ما يسمى بأسلمة علم الاجتماع. هذه كلمة سوسيولوجيا الإسلام كانت تثير الذعر وسط السوسيولوجيين خصوصا المغارب، تحدث عن التجربة المغربية والتونسية، على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن سوسيولوجيا الإسلام، لأن سوف نتحدث عن سوسيولوجيا اليهود اليهودية أو سوسيولوجيا المسيحية أو غيرها، وبالتالي سوف يقع. لكن بالعودة إلى دائرة المعارف والعلوم في بريطانيا، هي التي في سنة 2000 هي التي خصصت هذا التعريف لمفهوم سوسيولوجيا الإسلام. كانت مداخلة للدكتور عبد الحميد الوافي في مجال علم أصول الفقه وأبعاد هذا العلم ومحاولة تجديده من زوايا متعددة، فعرض أولا للتجديد على صعيد المفاهيم، ثم استشكل بعض العناصر في هذه المفاهيم، ثانيا عرض تطور عمليات التجديد التي عرفها هذا العلم في خطه التاريخي ابتداء من الشافعي إلى الجويني إلى الغزالي ثم الشاطبي، ثم ختم بقضية التجديد على مستوى نظرية المقاصد. طبعا الاستدلال في ذاته صناعة تجديدية في علم الأصول، وما اهتم بها الباحثون المجددون في علم أصول الفقه. فالنظر الاستدلالي الذي ابتدأه الشافعي وصار مع الغزالي أو الجويني أو الشاطبي يدرك أن فريقا آخر من الأصوليين عكف على الاستدلال بالدليل الجزئي. تكلم الدكتور محمد الناصيري المختص في علوم الحديث في قضية التجديد في علم الحديث، فعرض أيضا إلى هذا الخط التاريخي لكن في إطار علوم الحديث ومصطلحه، فبين بعض العناصر والقواعد التي ظهرت قبل سنة 35 هجرية، ثم بعد سنة 35 هجرية مرورا بمرحلة الشافعي إلى أن وصل إلى تجديد علوم الحديث في المرحلة المعاصرة. أول شيء يجب أن ننتبه إليه في هذه الورقة هو خصائص الخبر الشرعي
وما يحتاج إلى سند فقط. الأخبار كما تعرفون أيها الإخوة، عندما طرقها النقد الحديثي احتاجت إلى تمييز. فعندي خبر قالوا بأنه يعلم صدقه من ذاته، إما لتواتره أو لتلقيه بالقبول إجماعا، أو أوجبه القرآن والمتواتر من السنة، أو أوجبه العقل. نحن نحتاج إلى إعادة تقديم، كما فعل الأستاذ نصيري، إعادة تقديم التراث بصياغة معاصرة، حتى بشكل جذاب، بشكل أكثر عقل، بشكل نظريات، بشكل غير الشكل التجزئي الذي أضاعها وجعلها باهتة أو غير جامدة غير مفهومة. وفي الحقيقة تكمن أهمية هذه الجلسة في كونها دخلت إلى موضوع حساس جدا وإلى مجالات يعني مهمة للغاية، وهي مجال التجديد من الداخل، أي بشكل عام في إطار علم اجتماع الأديان، ولكن بشكل خاص في إطار علمين يعتبران قطبين كبيرين جدا في العلوم الإسلامية، وهو علم الأصول الذي يعتبر علما منهجيا عقليا يعني مهما، وعلم الحديث الذي يعتبر علما أثريا نصيا. فالنظر إلى العملية التجديدية من هذين من هاتين الزاويتين المتكاملتين أعطى لورشة الصباح حقيقة أهمية استثنائية ربما في إعادة بناء العلم وتجديده بشكل عام في البيئة التداولية الإسلامية المعاصرة. النخبة لا تستطيع أن تمسك بزمام التغيير. نحن عندنا في العالم العربي نخب كثيرة جدا لها آراء واختيارات معينة، ولكن ليس لها قواعد شعبية عريضة تستطيع أن تتمثل هذه الاختيارات. فإذا بناء الاختيار والتمكن من تمرير هذا الاختيار إلى أوسع قاعدة وقبول هذا الاختيار لدى هذه القاعدة هو الذي يمكن من الانتقال والرقي يعني بالمسار الاجتماعي والحضاري للأمة. إذا الاستشراف الذي تضعه الورشات في أفقها هو أن تحول النظر في مسألة المنهج باعتباره شرطا ضروريا للنهوض. فقد مرت تجربة النهضة كرؤية للتفتح وللتفاعل مع الحضارة الغربية في القرن الماضي ونهايته، خصوصا في نهايته، والآن نستشرف كيف النهوض بهذا المنهج، أو كيف ننتقل من النهضة التي نعتقد أنها تم تغييبها في لحظات تاريخية لم تسعف ظهورها وتحولها إلى طرائق للاشتغال وللعمل. إذن فمن النهضة إلى النهوض، هذه قضية المنهج.